أنا ماشية بشرفي ومش بغلط، مش واحدة فاضية بتستعبط، دكتورة فرفشة وبنسي أحسن من 100 دكتور نفسي. وفي حضني العائل يتلخبط، بيجيني الراجل من دولة بيدور عندي على رجولة ضيعة من أول سنة أولى، من ساعة كان نفسه يعيط. وقالوله الراجل ما يهموش، وحش وعايش ما بين وحوش، لو حسوا بضعفه هيتمرمط. في المدرسة لو مرة اتكلم بالكف هياخد على وشه، وما بين أصحابه الحلوين لازم يتريقوا على شكله، يا أسود يا مفحم يا مسيحي، يا قصير يا تخين، يا فقير دقة وقرديحي. يكبر في سنينه وعلى مهله، وفي كل طريق حاجة تزله، في الجامعة يبصوا لعضلاته والبنت الحلوة هتندهله. يا ضعيف يا أبو دقن مش كاملة شبه النملة، بعدها هيروح يطلب شغلة هيلاقي مديره بيترازل، على وش كرامته طالع نازل، بالجزمة يدوس لو كان عجبه، لو نفسه يحافظ على راتبه يضحك لو قال له امشي يا فاشل، وفي بيته هيرجع لشاويشه، يدخل كديك منتوف ريشه، أكتافه مدلدلة للأرض وفلوسه في جيبه بتتخض، لو سمعت صوتها الحياني بيعايره بخبته وبقروشه، من كتر كلامها المسموم يتمنى من الحية تلوشه، ويدور في الشارع أيامه ضعفان متهان، القهر بيرسم أحلامه، سواق التوك توك بيقوله ما تفتح يعمل عميان، سواق الأجرة يبرقله لو طلب الباقي بحنان، بياع الفاكهة بيشخرله لو فاصل في النص جنيه، ومذيع السهرة يزعقله ويجيب كل الحق عليه، والشيخ في الجامع بيقوله النار بضروبها وأبوابها أنا بس اللي أملك مفتاحها، بس إيدي هتفلت أو أرفض هتدقها الدنيا وفي الآخرة، من بدء الدهر لآخر الدهر يفضل عايش تحت القهر، يجيلي يفرفش ينسى يطنش يرجع تاني 7 زمانه لمدة ساعة في آخر الشهر، يبقى في حضني أسد وغضنفر يؤمر في حياتي ويتأمر، بالتالي يكمل أيامه 29 يعمل سوسن واليوم 1 يعمل عنطر، يبقى أنا بعمل خدمة جليلة لما أصلح كل خيبتكم بس في مجرد ليلة.